نتكلم عن القضية الفلسطينية، معنى ذلك أن إسرائيل فشلت في تقسيم الشعب الفلسطيني ليس فقط وجدانيا، لم تنجح في تقسيمه سياسيا. هي لم تنجح في تقسيمه سياسيا. وشو سؤال، شو سؤال الوحدة السياسية، مش بس الوحدة الوجدانية التاريخية الثقافية، شو سؤال الوحدة السياسية؟ هل نحمل مشروع وطني فلسطيني مشترك؟ هل هنالك جامع مع الوعي بوجود سياقات مختلفة؟ سياقي كمواطنة، معي مواطنة أنا إسرائيلية فرضت علينا بال 49، ما حدا سألنا، معنا هاي المواطنة وإحنا أعطينا جواب للمواطنة، بوضح شو جوابنا للمواطنة. هل مع الأخذ بعين الاعتبار سياق المواطنة، سياق الشتات، سياق واللجوء، سياق الحصار، وسياق الاحتلال، وسياق التهويد في القدس، هل هنالك مشروع فلسطيني جامع؟ هذا الجواب أو هذا السؤال طرحوه مين اللي طرحه مؤخرا على نفسه بشكل أبسوردي؟ اللي طرحه على نفسه الفلسطينيين داخل ال 48 وجاوبوا عليه. أنا بدي أحكي بإجماع، في اختلافات، يعني أنا مش المليون ومئتين ألف فلسطيني بوقع كل كلمة بقولها، لكن أنا بدي أقول روح الحال عنا أو إشي يستطيع أن يشكل إجماع. نحن طرحنا بعد أوسلو، بعد أوسلو طرحنا ما بماذا نشترك مع شعبنا الفلسطيني غير الحنين وغير الماضي وغير العاطفة والانتماء، بماذا نشترك سياسيا؟ هل في إطار وطني يجمعنا؟ وليش كان في ضرورة لهذا السؤال؟ لأنه أوسلو أعاد تعريف النضال الفلسطيني من تعريف تحرر شعبنا من الاحتلال ومن العنصرية وحلمه بالحرية إلى تعريف دولي. ولما عرف حاله خلص الظلم والغبن التاريخي ومشروع تطهير عرقي لشعب وطرد لشعب وتهويد وطن، إعادة كتابة تاريخه لهذا الوطن اللي إحنا ممنوعين نتعلم التاريخ، واللجوء بتعلموش تاريخ، وبغزة في رقابة، بضف في رقابة على منهاج التعليم. هل بعد كل هذا قامت أوسلو بتغيير تعريف المشروع إلى مشروع دولي على حدود؟ شو قالت لل 48؟ شو قالت لنا؟ قالت لنا أنتم لستم جزءا. أوسلو اعتبرنا خارج الصراع، خارج الشعب الفلسطيني، اعتبرنا شعب إسرائيلي داخلي رسميا، مش بس إسرائيل اعتبرتنا من ال 48 شعب إسرائيلي داخلي، وصرنا جزء من مشروع صهيوني هدفه مصادرة الوعي، مصادرة الهوية والانتماء. وهي دايما بقولها، على الأقل أنتم بحكم إسرائيل فلسطينيين. احنا هون كلنا من ال 67 صحيح؟ يعني مش جذور ال 48، على القليلة بعد 48، 67 من ال 67 كلياتكم من ال 48 كثار. مش، لا انا مش عم بحكي الجذور من ال 48، بالحكم الاسرائيلي انتم فلسطينيون. انا ممنوع اعرف حالي فلسطيني بحكم اسرائيل وبالوعي الاسرائيلي. يعني عمليا اذا كان الاحتلال عسكريا اشرس في الضفه، فهو اشرس علينا من ناحيه مصادره الوعي ومصادره الهويه. احنا ممنوع نقول عن حالنا فلسطينيين، احنا لازم نعتبر انفسنا اسرائيليين، مش بالحقوق، بالولاء. في اسرائيل الدوله الوحيده مش بس في قوانين العنصريه، في قوانين للولاء اسمها لويالتي لو. انا لويالتي لو اللي بتحكم ايديولوجيه الاحزاب، لويالتي لو اللي بتخلي السعي نحو الديمقراطيه في اسرائيل غير قانوني. بالقانون الاسرائيلي انك انت تطالب بمساواه هذا غير قانوني. يعني 180 درجه المنطق مقلوب، وبيحكوا عنها ديمقراطيه. ليه؟ لاستغلال للجهل. حسب اسرائيل انت ما بتقدر تسجل حزب اذا لم يعترف باسرائيل كدوله يهوديه وديمقراطيه. يعني
هاي دولة تتصرف كمشروع صهيوني ليس كدولة. احنا نقول انه اسرائيل اداة هي دولة هي اداة بيد المشروع. مش انه مشروع صهيوني بنى دولة وما زالت الدولة تتصرف كمشروع ايديولوجي. لا تتصرف كمؤسسة دولة. هي لا تتصرف كدولة. هي بعد ال 48 ما زالت مؤسسات الدولة اداة في يد المشروع الصهيوني. يعني ما زلنا امام مشروع احتلالي يريد تهويد الارض ومصادرة الارض. وليس دولة طبيعية. اللي بتعاملنا كغزاة لما وزير يجاوبنا لما نقول انه عم بتصادروا ارض في النقب بجاوبنا انتم الغزاة بالالفين وثلاثتاش انتم الصليبيون الجدد. لما الدولة بمفهوم وزير مش صاحب بقالة وزير من منصة كناسة الإعلام كلياته بسجل كلمته بتسجل ببروتوكول وأجيال تسمع هذا الخطاب لما يقول لجزء